يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الأسبوع. في موضوعنا على الغرس الجديد ديال الشجر، وصلنا دابا اننا تعرفنا على الوسط فاش غادي نغرسو. يكون هاد الوسط هو الماء ولا التربه ولا الطقس اللي دار بالجنه اللي غادي نغرسوه، وتعرفنا على كيفاش خاصنا نختاروا النوع ديال الشجر اللي غادي نغرسوه، وكيفاش نختاروا له الحار على شي يكون ملك. تنظن اننا اليوم يمكننا نبداو نوجدوا الارض اللي غادي نغرسوها، وبلا شك ان كل الاخوان تيقدروا الاهميه الكبيره اللي عند هاد التوجد ديال الارض في المستقبل ديال الجنان والنجاح ديالو. هاد التوجد يمكن يكون بالحط الغارق بزاف على كل بقعة تيتعدى الغرق ديالو نص مترو، لكن خاصنا نتذكروا اننا قلنا بان الغرق فاش موجوده بياضه ولا الحجر في الارض هو اللي تيحكم علينا وقت هاد الحط الغارق بزاف. نزيدو نقولوا كذلك ان هاد الحط الغارق بزاف تيسهل بزاف عمليه الحفيظ ديال الحفاري فاش غادي نحطوا الشجرات الصغار. ثانيا، يمكن وجد الأرض بالحط بالموس في الخطوط فاش غادي يتحطوا الشجرات، وبالطبع الخدمه بالموس ما يمكن تكون الا اذا كانت الارض يابسه تماما باش يمكن لتحت وشها بلا ما يقلب التراب، وعلى هذا الشيء تتدار هذه العمليه ديال الحط بالموس في الصيف. ثالث طريقه يمكن الانسان يوجد ارضه بها واللي غادي يغرسها الشجر هي الحفير المباشر ديال الحفاري فاش غادي يجيو الشجرات، وهذه المساله في الحقيقه راها لازمه يا بالحط يا بلا حط، وهذا الشيء علاش غادي نرجعوا نتكلموا عليها اكثر شويه غدا الله بحال هذا الوقت. ملاحظه اليوم. فيما يخص كلامنا ديال اليوم على توجد الأرض للغرس قبل من الحفيظ، دوينا على الحط الغارق والموس والحط العادي، لكن ما عرفتش واش الناس كلهم تيعرفوا ان في بعض المحلات المحجره ولا اللي الارض فيها مدقسه بزاف تيوجدوا ارضهم قبل من الحفير وتهشوها بالمين اي بالقنابل تحت من الارض واللي تتطق وتتفرع الارض وتتشققها قبل ما يتحفروا الحفاري فيها، وتتولي النتيجة بحالها بحال إلا دوزنا الموس الغار اتجاهات بجوج ديال البلاد. زيد على هاد الشيء ان حتى الحفير تيمكن لهم يديروه بالتراكتور مركبة من موراه حفارة تدور بالموتور وتتقلع التراب من غار لغار. هاد الشيء بالطبع إلا كان مشكل الخدامة القلال ولا قلت الوقت قدام الحفير. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة الله.